ميشرة؟ نعم سيد ناري. أعطيني شوية سماد لو سمحت. ليش واقفة هنيك؟ تعي ساعديني. خدي هدول وعملي منهم ورد للصورة. ماينك رح يجيبها لهون هلا. يلا خديهم. لا تحاولي تستفيدي من الوضع اللي أنا فيه هلا. لا تنسي إنه في حدود إليك، واعتبري هاد آخر إنذارنا. أنت رح تخلي بينك وبين الشاب يعني مسافة 5 أمتار. وما لازم حدا يشوفك مع هالشاب برات البيت ولا بأي شيء. يلا بلشي بقى. أخي نارين، أنت شو قررت تعمل المراسم لحالك يعني؟ هيك مرت خالي رح تتضايق. رح أعمل المراسم بالمزرعة. أنتوا فيكن تروحوا على البيت إذا بدكم. خد هي، تأكد تشتري كل شي مكتوب بالقائمة، ويشتري صينية أنت وراجع. حاضر. ليك هي هي القائمة، بتجيب لي كل هدول الأغراض، ومعه نحط إطار لصورة عمي وزينها بالورود كمان. بكرة الصبح لازم يكون كل شي جاهز. هارديك، بتمنى أنك تكون اتصلت بهارشة وخبرتها، لأنه هي رح تحضر المراسم معنا بساحة البيت. خليني شوف هي أي أخ بتحبه أكتر من التاني. نيليما، اليوم بسببك كل واحد من هاي العيلة بمكان، بس أنا أكلت لأنه ما بدي ينتزع جو البيت بذكرى وفاة بابا وتنتزع المراسم. هارشة بنت هاي العيلة وراكيش بيكون صهري، لهيك ما في داعي إنك تدخليهم بمشاكلنا. بالمناسبة الشهر الجاي هنين بدهم يزبطوا بيتهم، ولهذا السبب رح ينتقلوا على بيتنا. بس إذا منضل عم نتخانق هيك